الوليد اسمك الله سمي لي الهنا الهنا والله يعطينا الهنا يا ربي الهنا ايش المسلمين بن اسماعيل ها بن اسماعيل الهنا بن اسماعيل ايه بن اسماعيل بن من بن طاهر بن طاهر بن من منصور المنصور بن من منصور ما نعرفش صافي تما ساليتي صافي جاني المرسلي بن المرسلي ايه أربعة قلت على أربعة هي زيد ها كاين شي واحد اخر لا المرسلي هي من المرسلي ولا كان من جات المراسلة جات المراسلة المرسلك هما هما اللي كاينين المراسلة السير ديالهم واحد شكون الطاهر طاهر شكون الطاهر طاهر المرسلك هو جدك هذا الاول اي جد الاول المرسلي خلى الطاهر زيد وخلى الفاطمي زيد وخلى محمد زيد وخلى قدور دابا اربعه الناس واخا هاد الاربعه اش من دواور المراسله تكمل المراسله ويني كل دار دوارو كل دار الطاهر كل دار دوارو ولا كل دار حطه كل دار دوارو ولا دواور يلا قول لي الطاهر اش من دوار دار دوار داك خلى بلاتي هذاك خلى الطاهر خلى اسماعيل زيد خلى بوشتا زيد خلى العروسي زيد ومحمد خلى محمد خلى العربي وخلى عمان وخلى عبد السلام جوج وخلى قدور خلى البر خلى حميد خلى سلام ثلاثة الخوت هذو الفاطمي خلى عبد السلام خلى المحجوب خلى الضو خلى مسعود هذو هي أربعة أربعة ناس هذو تركبت خلى عبد الضو والما ما خلاش خلى عبد الضو خلاه بعدا مضوية واخا قول لي يا شريف دابا اسم الدوار حنا درك ها الدوار اللي فين ديال من هذا سميتو حرمات دوار حرمات وهاد الخيمه ديال من ديال البازوقه البازوقه دابا الدوار حرمات با سالم سالم خلى بازوقه خلاه شعله اي شحال في عمرك الوالد قلتي لي 93 93 93 عام 1926 في التاريخ دقيق هذيك الساعه كانت الغلم كانت الغلم كاينه المعز محالش كاين المعز قليل ها المعز قليل الحوت ما كاينش كاين ما باقي ما كاينش الحوت الحوت السرديل وداك الشيء محالش لا ما كانوا لا بغا يدعوا على شي واحد كانوا لا بغا يدعوا على شي واحد يقول لي الله يديك البحر الوليد شحال في عمرك وانت شحال في عمرك 12 ميان ما تلت هذيك 93 بعد كان تسرح ما لا طروط قال كولوميت بلا والي ولا كان جايين يقول بحال دقيقة بحال قبيلة كنا وبركم جينا بحال رمشتي بحال رمشات العين شحال دوزت ولا زوزت ليا شحال طلعت وشحال هوت وشحال درت وشحال من حرارة دازت وشحال من تمارة وعقلت على والدي من اللي عقلت على والدي شحال تمرتو بحال طويتي زريبية هلا طويتي زريبية حصيرة بحال طويتي حصيرة ومن اللي عقلت على دوك شوف لي والله من لقاني إذا كان بكي بالليل كانت تفقد أمي اللي كانت لابسة عبانة حرشيشة بحال ومخلى بعض العود وحبيانة سروال ما كاين وتمرست علينا وهزت ظهرها وباتت بالجوع بتنا وعطاني واحد كان يلعبوا كارت الوقت ما كاين لا حانوت لا يديك ولا يخليك وعطاني السيد عطاني 700 كان يلعب القمر ودار فلوس وما كان دار الجوع وقال لي يسير عاد ما كيقولها خالتي تعطيني شي خبزه وانا درت خير وديت لها هذيك الفلوس قلت لها قالت لي سيبطي واحد الخبزه قالت لي وليدي هو الخبزه ما غنجيبها عندي عا خبزه ديرها لكم من العشاء ورديت لي الفلوس وهذاك واحد الراجل المسكين بقى هذا الوقت ما كان ما يدير ما كان ما يلعب والو ما كانش حاجه يتباع ومسكين تما كنت على الجوع وبقيت ام مسكينه كنشوفها انا عاقل هو اللي كان تفقد بها اليوم وحنا تكبرنا وهي ماتت الله يرحمها وتمرتوا علينا والديها كانوا ياكلوا الربيع كتجيب الربيع كتجيب الربيع
وكتدير معك طيبوا معك ياك وذوك عادوا عيالات الاولاد عاد الكتابه وعاد الامورات وعاد التلفازه وعاد التليفونات وعاد ما هاد النهار جات وحده من السوق من تما الجماعه الدار وحده الجماعه في كنا تما الجماعه ديال المراسله ديال المراسله ودات الحوايج وكتوري العيالات وانا قاعد بحالك وكنشوف تما هي كتوريهم في الحوايج وانا كندير يدي تقول لي المراه من الدراري قلت لي مالك الحال تخمم دارك شي حاجه قلت لك نخمم قالت لي فاش قلت لك نخمم في امي اللي مشات ما شافت والو الله يرحم الناس الله يرحم زال بالله هذاك الشيء هو اليوم عاد كانت في الكتاب ما كانت ماكله ما كان والو ما كان لا ماكله لا يديك لا يخليك ولا شي حاجه لا كسوى لا والو لا كسوى لا يديك ولا يخليك كاين شي حاجه انت دوزتي العرى دوزت العرى والقمل ها والقمل كاين والغفاله للقمل كان ها يمي زيد شاد واحد ونديه بحالك واحد ونيديه ودار ديك العافيه بحالك طيبت من على ديال التمن هادشي راه قولوا صحيحه ما زوقوا زيد ودار بحالك وكتحوس كتحوس وكيدوب بحال الزيتون بحالك كتحوس الزيتون والعافيه كتشعب واش هو زيتون ولا قمل؟ وقمل صحابه كندير الزيتون في حجره اه لا زيد ودير داك القمل بحالك ودير بحالك اللي عندها تما نيالا القمل فيك يطيح ما كاين دواء ما كيطيح القمل فيك يطيح كيطيح بهذيك العافيه باش تسمع طخ 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 اه زيد طخ طرطق طرطق الميش اه الميش اه تا القمل ولد الحرام وشد بحالك زيد شي واحد دار بحالك كيدير تم ويجيب العصا يدير هاك يدير شي حجره ويبدا يحك فيه بحالك يمرس به وش يقول القمل؟ ها؟ شنو يقول القمل من يدوز فوق العصا؟ والقمل صح القمل صح هو بحال كيدير كيدير من الفتاحة وذاك من هذا صحيح القمل ما دا منكم الحق لا باطل لا بدنا لا حق ولا باطل القمل ولد الحرام زاد وبنادم سبحان الله كان صحيح شكون اللي دوز عندكم صحة كثيرة الوالدين؟ ها؟ شكون اللي دوز صحة كثيرة؟ كاينين الناس اللي كانوا عندهم صحة كثيرة شكون؟ الله يرحمهم كاينين الناس اللي كانوا عارفهم ماتوا وشكون؟ كان هذاك واحد يقول لي العياش ابو الغرابل شفاي الدير هذا؟ ها؟ شي مغربه في الديره كان يهمزوا على عباد الله كان يهمزوا ومشوا للبلاد كان بلادهم قليل يمشوا للخلا ويسيبوا شي واحد ثالث ينعاج ولا شي حاجه يشدوه يديروه ويسوقوا البهايم بحال هذاك تما بلادهم كان صحيح هذاك الشاب بالدراري ها باهم باقي هز خيشه ديال الحبوب من الخميس ديال القنطره جابها لنا العوفات فيها سبعات العبرات خيشة خيشة تاع الزرع قنطار قنطار وقال لنا هو قال هاد الحاجة وفينا وقال لي هز على كتافي ومع النعية نجلس شي حيط بحال هكا نحط عليه نحطها على الحيط تتسارح تتسارح وهزة وهزة تاني من من من, من الخميس على القنطرة شحال من كيلومتر كاين؟ ها؟ شحال من القنطرة اللي وما الخميس على القنطرة الله أعلم الخميس ديال القنطرة فين كاين؟ في طريقات فين؟ خطة زكان خطة زكان شي القنطة تاع التران ايه وهذاك حداه السوق تما حداه هي قرب لاسفي هذا اي قرب لاسفي من تم جابها حتى لهنا المراسلة جا هنا جابها هنا بين عند هنا العوفات هنا حدا قربان 33 كيلومتر واخا شكون الوالد اللي دار كان ضد التعمار هنا ها اللي كان ضد التعمار شكون ضد التعمار ايه ودات تعمير هذاك في 54 في 50 في 50 سنة شكون اللي كان؟ وكان يتكونوا الناس كتكونوا شكون هذا؟ تكونوا هذوك اللي كانت محمد الخميس دات الاستعمار هنا كان وقيلا محمد يقول محمد بن الحسن محمد بن الحسن اي كان هو مع الوطن هذا الله يرحمه كان مع الوطن كان مع الوطن وكان شكون يدير؟ وكان يجعدوا الوطن ويأسوا البلاد وكذا والمسائل بعكا ويجمعوا وما الاخرين كانوا البادية هنا كان ما بقاوش يعيدوا العيد من نهار ترفد الملك من نهار ترفد الملك ما كانش البوطة حازنين والطفلات ما بقاو زواج ما بقى عريس ما بقى هنا والو الطفلات كيغنوا اش خرجوا الغناية شو يقولوا اش يقولوا؟ اش يقولوا؟ او ما نزوج شاي ما نزوج شاي نبقى عزبه في دار بايا تنشد الحريه قلتي لي قبيله الناس ديال المغنيه
فهما كانوا يغنيوا على تشيد الوطن. كان يغنوا تما. شكون؟ شكون؟ مشعل بيداوي هو اللي خرج غنايا وانا عربتها. شنو قال الغنايا اللي خرج؟ خرج زيد يغنيك دابا يجي يا الحبيبه ودابا يجي. دابا يجي يا الحبيبه ودابا يجي. عييتيني بكذوبك عييتيني. عييتيني بكذوبك شي ماجة. عييتيني يا الحبيبه وعييتيني بكذوبك دابا يجي يا الحبيبه ودابا يجي. نهار اللي رجع نهار اللي رجع محمد الخامس مشينا حنا درنا المسيره ومشينا للرباط من هنا. كان واحد وطني كيقول لي المزاطي شد الكاميوات وجمع ذاك بنادم وفرقوا على الكاميوات ودار مسيره. هنيا دخلنا القصر ملي دخلنا طلع محمد الخميس وديك الاجنه ديالو بحال بديت انا ماضي كان باش ندفع بنادم باش ندخل نقرب اطلع هو مولاي عبد الله على الايسر ومولاي الحسن على اليمين وديك الاجنه مين تصورات وقال سيدي الملك سيدي محمد كيخطب ومولاي الحسن كيشرح بالخطوبه قال الملك خرج لكم في قميص خضر ما بقى المغرب خضر دائما وخطب ودار قال مولاي الحسن كان الملك يطلب منكم الدعاء ودرنا يدينا هو دار الدعاء وقال مولاي الحسن رحمه الله قال تعرفوا السيفورات كان طلبوا منكم تمشوا بالسياسه باش حنا ما يبقى عندنا حزن بس ما قال لكم سيروا عم شويه بس ما تكونش زعما تكون سكسيده ولا شي حاجه باش يبقاو مع عندهم قالوا كانوا عند الملك ولا شي حاجه. السي حسن كيفاش هذيك الزاويه اللي عندكم في الدوار شكون اللي دايرها؟ دارها سيدي الحاج الحسن ويني سيدي ربي سباب زيد كان سي مشعل ولد خالي احمد في قريه الشمشم هو الاول كان مشارط مشى بوليداته تما ملي بغى يدفعوا رجال البلاد هنا جا لقى بقى هذيك البويته تاع تبا اللي صاد هكا قلت خينت بوشته وشافوا الحاج الحسن الله يرحمه ويرحم والديه مجموعين قال لي غتشارط علينا هنا قال لي والجامع عنواله عنواله زيد هما اللي شارط فيه جمع ما وحليله قال لي وا لا خصك تصاوب هاد الجمع قال لي وا شكون اللي قال؟ السي مسعود يقول الحاج الحسن هذا الفقيه اي زيد الفقيه قال لي وا نحاولوا ان شاء الله وهذيك الساعه الحاج حسن محلق شويه ولا والو؟ او جاي خمر جاي خمر زيد اي وا قال لي ان شاء الله قال لي وديرها في البال ديالك الله يرحم والديك قعد نص العام شي ست اشهر قال لي هذاك الجمع راه ان شاء الله بغي نصلحوه قال لي اياه قال لي وضب رينا عليك معلم ونصوبه قال لي يا راكي الغرنيط الله يرحمه جاب لانبا علقها في ياك عقلت عليها لانبا كان يعلقها في هيك الساريه تاعت صوبه بناوه سيدي شار فيه تمايا السي مسعود اللي قسم الله شويه مسك عليه الله فهاد الخير دار سمعه ديال الجامع ديال الجامع زيد ولا الطلبه تجي تبارك الله من هاك ومن هاك ومن هاك ومن هاك ملي شاف هذاك الخير قال لي انا ما قنعنيش هاد الجامع كبر شغل نكبر شغل عيط على مولين الدوار قال لهم غادي نبني فهاد مكاز قالوا يا سيدي ايه ما كاينش اللي حرمك منه والله العظيم لا شي 100 واحد عيط على منهم انا جاي نبلع عليه قال لي زيد ضرب واحد الضربات هنا في الودد قول بسم الله قلت بسم الله ثلاثه نوبات ضربت ثلاثه ضربات والاخر 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 والحمد لله ما عرفت ذاك الخير من فات كيفاش قلتي لي بازوكا فين كان يقرا؟ قرا في بوعنفير في ولاد بن السبع زيد وكاين مع الصباح ويقول الطلبه هذوك المسافرين اللي كيقراو كيقول لهم ديروا لي واحد الفاتحه هذو المحاضر المحاضره زيد قال لي ديروا لنا واحد الفاتحه يجيب الله شي خبيزه وما ناكلهاش بوحدي ياكلوها معايا الناس جاب الله تحول لدار بيضاء من تما تحول بدا كيقري جاب الله النصيب دار المدارس جات هنا دار المدرسه بعني بلاد هذا الحاج حسن السلسلة ديال الحاج حسن إيه؟ رحمه الله زين من جاية منين جاية من الحاج بن عيد باه زين كان دار المدرسة بكري وكان الجوع وكان الزمة وكان بانا كان يقرب ولا ما كان يقرب كان يقرب شتي طالب اسمع
بكتا با هو بات هذا بات حسن وكان معطيه يقعدوا قدامه طلبه هاد الشكاية يعاودوا علينا الناس الأولين كان سلكوري كان سلكوري كان شبانا وكان سلكوري ديال المساتة وقال لي الشبا هذاك هذاك السمي بانا كان معطيه عبركة يقعد قدامه المحضر ويجيب الله الفتح بات سميلو بات وهذاك الحاج محمد كان الوقت خايب مسيكين بس ما عطى الله كان يدير المدرسة وكان يقرأ واحد الشلح فيها فيك المدرسة ديال الحاج بالعيد بات الحاج حسن بات الحاج حسن زين كان دير المدرسة واحد التاريخ وكان يقرأ شيء حد من 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 البلاد عندنا هنا وهذاك السلح قرأ ومشى مشى السلوح وبقى الظروف يدور بقى يبقى الجبال تلاقى الرجال تلاقى والجبال ما تلاقى الرجال تلاقى هذاك السلح الطالب اللي كان يقرأ بها المدرسة ديال الحاج بالعيد تلاقى مع واحد الطالب من هنا يا من عبدة وبقى يتساولوا مين تا مين قال لي أنا من قزولة قال لي بيجي على قزولة قال لي ما كتسمعش بهذيك المدرسة ديال الحاج بالعيد وهي من الحاج بالعيد كشي كان تمل ومشاب حالاته قال لي وداك الشيء ما بقاش بقاش ما حضرش اش قال لي هكشي هاك الطالب كان يقرانا قال لي وداك الشيء اللي كان مديور لله لا كان مديور لله دابا يجيب الله من يحييه دابا يجيب الله من يحييه ما كانش مديور لله اللي راه غيتهمل ويزيد على قول وهذا الكلام شكون اللي قال النهار اللي جاء النهار اللي زاد الحاج حسن عد باه عد الحاج محمد ولده الحاج محمد هذا راه ولد ولده ولد الحاج بالعيد الكديريه قال لي النهار اللي زاد الحاج حسن الحاج بالعيد قال نسوى دغرته زاد عندنا عليم زاد عندنا زاد عندنا عليم نهار اللي زاد من كرش امو هذا 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 با ولا جدو اللي قال قال العيالات زغرتو راه زاد عندنا عليم هو با هو الحاج حسن با الحاج محمد الحاج محمد والحاج العيد جدو وبقى يتلاوط هاد الناس من البلاد ومن البلاد اخرى وبقى يدير تما الشباب اللي بغى الله تمشى للدار البيضاء كان في دار مولاي شريف وبقى تما قاعد ودار ورجع للبلاد هو اللي كون هذاك الشيء هو اللي كونه وهذا الكلام راه سيكوري ونهار اللي زاد هذاك الحسن الكديرية عدو بن طار خويانا هو اللي قال هينا هذا الكلام راجل راجل كبير هذا هو الكلام اللي مازال راه يكمل واش هو كان راجل نيت ها كان ناس مزيان كان با جدو كان جدو هو كان الحاج بالعيد هو الحاج حسن والحاج محمد هو سلسلة ديال الخير السي حسن قبيله قلتي لي كل حاجه بوقتها كيفاش واحد السيدة سيدي في الجمعات المراسلة زيد واحد جوج واحد ثلاثة الناس عندهم الخيل نقول حتى على البرجة جابوا شي سلعة كيعمروا عليها تاي حنا الستة فطرنا مع بعضياتنا تحاسبنا السلعة هي هذاك هي والتمر هي زيد خاصك اللي يشتيه من تما في الجمعة تعرفوا مين هذا هكا هذا هكا هذاك شلح شاد على هذوك مالي الخيل وهذوك مالي الخيل كيهضروا بلا سوالات زيد الطبيلي كيهز البراد تيتحدى ما قرنو كيكبه العين تحت الكاس قال لي وايني موسم هذا سابقى فينا الحال ما ضربنا لا ضريبه لا جوج هايني يا خويا بقى فينا والشلح شاد عليهم ليه ما عرفوش واش شاد عليهم انا شديت عليهم مالي الخيل وشديت على الشلح ايوا واحد خينا نطر واحد القارو تاع كازا وحل العين وغمض عين قال لي واك عاك لشي بنادم تم فيك موسم كي داير عاك عاك الشلح عارفو علاش هضر نجمع النوضه السلام عليكم السلام راقي وشي كويس سيدي نكبل السيد قال لي سيدي بصحتكم وبخيركم واش ما نجمع بلا 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 قال لي سيدي بحر شربتو سمعتكم جابدين الموسم الموسم زاحم لي مول البراد ومول القارو قال لي سي واحد موسى قال لي مش شلح في ناس سيدي يا وليدي قال لي ها 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 قبل ثلاث سيدي ببارك
ولي بجي على طريق اسفيا وليدي لا قبل قالي واش كيقولوا له يا وليدي سيد عبد البلكوش حدته مقفقافه سيد عبد البلكوش امك ما تفرجتو ايوا ما كاين نظام شو ولا ما خلوكمش ولا نقص طبيلي قال يا سيدي طاح الشتا وترطموا السروزه ولا الغيص هو يشد المول قرب شطاطو قال يا وليدي راه ماشي من تما قال لي منا جزي وليدي كل وقت بوقته كل حاجه بوقتها كل حاجه بوقتها قال لي ما المرا ما تفيق وترد القدرات بدا تفور ما طلعش مساولي المفور عم فوق الظهر والفوق كويتي وقال لي ما الزرع ما يتحصد في فبراير وليدي وما الفلاح ما يميزر تشوت نبيرا كويتي وما الكسب ما يطلق لنا قتوتا النيرا حنيني وقال لي ما الرمضان ما يدارو فيه العراسة وليدي وما الشيبة ما تشرب في الدراسة كويتي ما يدير بردك غتقتلك ولا غيدعيك حد راه كل حاجة بوقتها سخونة كتجي مع البرد وقال لي من يدخل الذبح والعود ما تلا يردح الماء ما تلا يتكفح وجدي ما تلا يذبح والكلب ما تلا ينبح والغطاء ضعي في باتي كحلي المعد ولا كلا لفراني بات ما يصبح وجيب مريض ما فيه ما يصلح نقذ هذاك مول قارو قال لي يقول لي نبحك العلاف لاش تخلينا ضايعين علاش قال لي سيدي هذا راه علاف عدو العود قال لي الشلحيه مشرف قال لي الله يخير بيك قال لي اسمح لي العلاف غير نهضر ما قال لي مسموح قول قال لي راه ما عديش العود وما نعرفش العود وما نقدش على العود وين يعود لي العود شحال عنده من حزام من تماكت الجام شحال عنده من حزام من تماكت الجام لقيت دنابة ما عدوش شنو هي الدنابة داك الحزام اللي من الاول قالوا هما 6 7 6 7 قال لي شحال عنده 10 لقيت قال لي الفاس والجام تا هو حزام الفاس والجام تا هو حزام تا هو حزام تا هو خيج هما اللي كيفرانو قال لي العلاف الله يرحم والديك قال لي عدو 10 لقيت الفاس والجام تا هو حزام قال لي هو وريني العود شكون كيجيب ليه التمام العود شكون اللي يجيب ليه التمام وعلاش كيدرج وعلاش كيدرج والباردي يجي تاش كيخرج والباردي يجي تاش كيخرج نعم باش واجبو واجبو سيدي قال ليه الفاس والجام تا هو حزام زيد قال لي شكون كيجيب ليه التمام قال لي الركبات مع الجام الركبات مع الجام قال لي علاش كيضرج قال لي كيضرج على المسمار والبارد كيخرجيه اليسار كيفاش البازوكا هذاك خالي بيحوف هذا واحد الراجل سميته بيحوف زيد وهو كيقلب الخيل كيقلب الخيل اللي مزيان واللي ما مزيانش واللي كذا واللي وهو شي مده يجيبوا لي واحد العود بحال الخلاقه تاع حاجه فيه ما مسقمه والو وتقول عاود عاود اش اللبياس خاسر فيه وعاود هاي زيد وعيطوا عليه قالوا لي خلي بيحوف تعال قلب لينا هذا العود كي داير وهذا خلي بيحوف ما كيجوش عمق جا دوز ايدو على العود من عد الشمله ودوزها لي تاع القطب الفوق ودوز لي على عينيها واللي تورج لي قلبو كامل دار عليه كامل دار عليه كامل وتسخر منه اللور هادوك الناس اللي جابوا قالوا يقلب لينا قال لي خلي بيحوف قال لي نعم ايش تبغى قلت لينا والو قال لي وانا خالك بيحوف اللي ليه حوف يحوف عمره ما شاف على الكدار المكشوف لزغ بيحوف لا حافر مضفوف لا رجل باش يمشي لا عين باش يشوف اش بغى يشوف خالك بيحوف خالي بيحوف خالي بيحوف ما لقى ما يشوف ما لقى ما يشوف لا ميزان لا صروف كيفاش القضيه ديال الدلاعه هذاك سيدي واحد كيبيع شرف الدلاع ترسل لي واحد الدلاعه كبيره هو يخبيها تحت الباش قال الله يجيب شي مؤمن ياكل هذه البركه ايوا شي اخوه السوق جا داك طالب كشتي كنتمنى وكاع نتمنى والله جاي يفرت هو قريب السوق يفتش هذا تخرج سلام عليك سلام قال هذاك يجمع غادي سخر
هو يبدا قال لي بسم الله الطيب بسم الله لا 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 قال لي بسم الله ما الله لين في ولدنا واقف عمه وكتقريه الله تديها دا الفقيه كشتي قال لا ثانا نجيب شي مؤمن ياكلها منا ايوا الصباح صباح الحال سخون الفقيه معري راسو والقندوره العفو قاعدين في الضل تاع الجامعة تخلط لي واحد سامك وقيف وقيف والمزلقات وقال له الحمد لله اللي جات مع الله الحمد لله قاعد بحال كسره هو يقول لي فقيه نوض نوض ندخلوا ناكلوا واحد القريري ما نبردوا بها ندخلوا دلعة كبيرة غلبتهم بجوج يرجفوا تعيا ويرجفوا ويرجفوا ايوا مسح هذاك النافرو العامي مسح يدي قال لي دوار واقف معك شي شوية ألقيه ها؟ قال لي دوار واقف معك شي شوية زعما واش محلقين معك ما اي زعما جابوا لك زرعك كاين شي مونا كاين قال لي ما كاين لا دوار ولا والو ما كاين لا دوار ولا والو ما هواش دوار راه ولد فلان هزت تبن الله حبه ما جابها لي لا ما دوار احنا معمرين بيت الله بحق الله ما يعرفوش وكيشهدوا بالزور وكيحنتوا بعضياتهم قال لي كاينه قال لي الفقيه وعرفت لي كيحن خو المسلم اش تلزمو قال لي اش تلزمو الفقيه قال لي الكفاره ها قال لي كتلزمو الكفاره ياك الله ما يتبدو فيها قال لي انا والله تندي خليش من هذه من هذوك خناشي تندرس قال لي قال لي والله تندي شي خليشه ونشوف تحنتني ولا لا تندرس قال لي حنا دخلتي شقلنا لك مسارنك كانوا مصدين شكلت عمانة وهذوك لدي فيهم شي حبة راني كنشبح بو قال لي هذوك لدي فيهم شي حبة راني كنشبح بو كيفاش هاد الزردة اللي ملوها ليه وبغى يمشي لها الفقيه وبغى يمشي لها الفقيه وبغى يمشي مشات وي 4 كيلومتر زيد وبغى يمشي قبل 4 كيلومتر للمشرع تاع الواد الا مشى هذوك 4 كيلومتر غيضيع الوقت ما يجيش مال 12 مشى قبل غيضيع الوقت نقص خلط على واحد طالب سلام عليك سلام قال لي غتمشي للزرده تاع فلان الفلاني اللي من الوالي قال لي الله يخلي خيمته راه ما نهضر كاع مع شهرين هادي قال لي جيت انا نولي قال لي لا سير ترزق علاش كيقول لي كيمشي على تاع المعرسين تاع بغداد تاع بغداد الزرده يمشي لها تاع بغداد هكاك سير وخاطي هذا كذا قال لي وراه انا مشيت للور الوقت غيفوتني مشيت لقدام الوقت قال لي تعال نقرب لك المشقة هاك هاك سير واحد البوالي راه كيقطع المؤمنين في البلاصة الفلانية وكيجيب عويدات باش يسخن ويجيب دقيقة باش يحلق وليداتي ويشريها قال لي لقاه قال لي تلقاه كل نهار هو مشى الطالب تما خلط على البوالي لقاه في البوال سلام عليك سلام قال لي الطالب دخلناك بالله والنبى رسول الله إلا ما قطعني الزردة تاعت الفلان الفلانية راه عندي 6 وليدات لا باش نجيب لهم كيلو دقيق قال لي يا رفقي نسنكب الحويجات نبعدهم من الماء ونقطعك كشتي قال لك ما يدخلك من الزنقة علي بيتيها ما يدخلك من الزنقة علي بيتيها وما حاسب المزود عالمضروب بيه زيدس سنكب الحويجات بعدهم طالب معدو 6 الولاد طب قال ابي نجلدو حوله قال يا مولانا سامح الكذاب حاشاك تقطعوا الدب هذاك لقطه كيكي كلام العار سماع كلام العار سماع قال يا مولا نسمح الكذاب حاجك تقطعوا الدب هذاك سمعوه بقى طبيعي ما خياب ما تقلق ما والو يا بسم الله رقي بسم الله قال لك شد لي بيدو داتا الحال تاع المفكه هرب الرمال من تحت رجليه قال يا رفقيه وقال لي ونعم قال لي سبغي نقول معك قال لي سي قال لي عرفك الله قولوا وقال لي ما فرسكش الفقيه اللي ما قاريش عدو حل واللي قراره وحل عك عك اش قال لي قال لي ما فرسكش اللي ما قاريش عدو حل واللي قراره وحل اللي ما قاريش عدو حل يسامحوا الله حقيت عامي والاخر واللي قراره وحل اللي ما قاريش عدو حل حل واللي قاري راه وحل صالي قال لي الفقيه بحال اش السي قال لي واقلتي واقلتي كاينه قال لي سني امسي بالله قال لي لا قال لي الغفور الرحيم قال لي حدا الشداد والعقاب كاينه في الكتاب لا شداد العقاب لا قال لي حدا الشداد والعقاب كاينه
زين قال تعطيني ما قد وما قد نقطعك ما بغيتيش تصدهك انا غنصدهك ما تبقي جاته كبيره غيخدم فيها عام على قله ادبه جات موجه الاولى الماء وصل يبزازلو تالي قجو الماء تالتها دار محقن فوق القيلتو العار لما اعتق تبتو قال لي تعطي لي قلت لي قال لي نعطيها جر الواحد البياسه تاعتو على الجرف نجطو منها ما يخدم فيها عام على قله فهمت وسلكو هو على وما سلكوش علاش عوامه هو وفين يخطي اللي غيخدم فيها عام على قله ادبه هذاك الشيء علاش بنادم كيقول لك حرز على فمك وهذاك اللي قال لي فمو جيب ليه بقره هي اللي قلنا واحد جيب ليه بقره وواحد جيب ليه نقره كاينه راه واقعه علاش ركبت ركبت سيدي واحد السيد مشى للدار البيضاء مشاو للدار البيضاء وخلاو ليها هاك الملك قال لي بغيت تحرت حرت بغيت تكري كري بغيت تخبز خبز مسك عليهم الله قال لي الفلوس راه محطوطه الا ربعت البلاد وبغيت تشري البهايم حيط علينا هما يجي العام بحال هذا العام ان شاء الله تبارك الله الناضي الربيع دفت هذا الباب عيط عليهم قال لهم البلاد راه على اربعه ورقات خاصها تحراس يجوا تشوفوا يجيبوا لنا كل الفلوس قال لي راه نهار فلان فلاني صالحين السوق صالحوا سيدي بطنويلتهم عاجبهم البلاد النوره عاد قد السيد ما عندوش باش يعمر البوطه العروبي اللي عيط عليهم جبد لي واحد 4000 قال لي سير جيب لنا فطورنا واحد عطاه 10000 قال لي راه نقعدوا واحد 3 ايام نفوجوا في هذا النوره مشى جاب السكر والتاي والنعناع والسلعه قال لي البيضاء وصل يديك وعمرين واحد الكويس ساعتي في هذه النوره وغسل يديه وطالعوا الريم لقيت في قداك 14000 كي زادوا الطوناج كيولي 8 ساروت اما اذا واحد دريوش مسوق على بهيمته حاشا من يسمع تابعو كلبو هذا زعما وينهم عليه الطبيلي هاي ها فلان ولا لما دور شرب واحد الكويس ساعته يدور عجب ليك البيضاوي الطبيلي عجب ليك البيضاوي ولا العفو ايوا اربط فيهم ثلث ساعة جد سالم عم الناس تربع مدلي البيضاوي واحد الحفنة تاع السلعة هذا كراجع شرب اتاي وبيرجع مصارلو هو يقول لي تاك مبارك لحدا احدا بهيمة شريتيه على الكلب عرفت البيضة ورا ذبحو ما تلقاش في الدم ما بغاش يجاوبك جاو تماك ما تهضر تماك ما تهضر قال اش قلتي قال لك مبارك لحدا حمار شريتيه قال لي لا سي لا كنا بغينا نبيعوه اه قال لي كنا بغينا نبيعوه قال لي شحال سواليك قال لي سي ملي كنا قاعدين مع الرجال ما عطاونا فيه والو ملي ولينا عم الشميت بحالك صوب لي ولا الله يربحك فيها براس مالو راه ما بغينا فضلش هو كمشو تيك مشو البيضاوي قال لي نوض الله يتضنو بدا شري ليه بقره قال لي علاج الجواب ديالك طاب شي حاجه جيبها ما طابش الله يجعلوك حليب امك من دروسك هذاك مثل وشرو لي على قبل ديك الكلمه اللي قال لي حقيتها هرس فكرهم خسر كله واحد يجيب ليه فمو بقره وواحد يجيب ليه نقره كيفاش القضيه ديال بين سبوله وسبوله كيموت ود المهبوله هاي بلاتي واخا بكري كانوا على البهايم ويمشوا الناس على بهايمهم تهوات كشتي من السبت كان مشوا عندنا تهوى السمس واحد خي نضرب واحد جوج قهوات عند الريحه هما اربعه قال لي الوقت جا قال لي اه قال لي الوقت جا قال لي باش عرفتيه قال لي راه سبوله راه فين شتيها قال لي هذاك مول الريحه انا ما نقول والو انت ما تقول والو غنعيطوا على هذوك السته زهريين زهريين عندهم واحد الخط هنا اللي قالوا عليك وعمروا عليها تقري نعيطوا عليهم واللي شوفوا ما غيقولوا لنا هي تاع هذه ازرق يا مشى نهار الاخر قال الكبير فيهم قال لهم عندكم واحد جمعيه في الجامع بغينا نجمعوا على واحد الكويس ساعتين وعندكم شي سؤال جاو بسته شربوا تاي اللي قسم الله قال ايش فروسكم قال له جايين انا وفلان 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 حنا اربعه هذا هضر واحد الشقه تاع الدريحه وشاف واحد السبوله قال لي الوقت جا قال لي واش قلتي لي انت قال لي انا قلت لي انا ما نقول والو انت ما تقول والو شوف فلان وفلان وفلان عليكم انتم اش غتقولوا نقل الاول دار بحالك لا هي انا يا اخي ماشي بين السبوله والسبوله يموت بد المهبوله قال لي الاخر تاخر يا الله وري هي انا يا اخي قالي بين السبوله والسبوله كيموتوا ولاد الفحوله قالي الاخر تاخر يا الله وريا
آه يا أنا يا أخي وراتا يحمار وتبيع الحمار زي ما تيولي بندق وخاصك جبدة تيتك لا قال الآخر صخر يا الله وريو آه يا أنا يا قال ما تيامنش في البور لما عاد الروي يدور لا تيامنش بالبور لما عاد الروي يدور قال الآخر وصخر يا الله وريو وما تيامنش قال لي في البور لما عاد في الكسكاسي فور قال الآخر صخر يا الله وريو وقال لي ما تيامنش في البور إلا ما فتح نقور وعاد في المصارى يدور البازوكا كيفاش القضية ديال الصينية هذيك الصينية سيدي حنا مشينا عند واحد الراجل عنده واحد مناسبة هو كيقول لي غربال وحنا شي 18 واحد مشينا عنده زيد بعد مشينا عنده وأنا دخلت وريحت حدا الباب حيت أنا كنكمي ديك الناس كلشي دخلوا كاع كله وشد بلاصتو جا هذاك ولد مول المحل جاب واحد الطاس وليدو فوطة حطهم قدامي قلت له هادشي هذا قال لي غسل قلت له غنتعشى وحدي قال لي لا دير اتاي قلت له سير شوف لا شي راجل رطب له واحد سير شوف لا شي راجل قال لي على انت ما راجل ولا خرج يقول ولا خرج يقول ولا خرج يقول ولا خرج يقول كاع يقولوا كاملينهم لكني بعد دار عليهم كاملين انت واحد ما بغي دير اتاي رجعت عندك اجي عندي انا قلت له ما درى قال لي ما قالش الراجل قلت له انا هو الراجل حط لنا كيفاش القضية ديال الحمارة؟ الحمارة قالك سيدي ولد واحد دحش وفرحت قد حقها في الدنيا كاملة. أنت حاضر لها تفرحت. وهي الريحة أنا عطيتها العلف. بصح نيت. ما كاينش مزال. ماشي أنت اللي ولدت يا باقي. أنت باقي لا باقي تحلفني. زيد. 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 ولد هذاك الدحش فرحت بيه. قالك النهار اللي غادي يكبر هذاك الدحش غادي يحيدوا عليه يحيدوا البرد يديروا على الدحش ويطحنوا عليه ويتسوقوا عليه ويسقوا عليه ويقضوا عليه المصالح ويهنيوني انا ويخلوها هي قالك هي بغات عاد وكل تتموت رحمه سيدي ربي اي نهار اللي كبر الدحش غتقتلها على الريحه اي نهار اللي كبر الدحش حيدوا البرد عداروا عليها هي وخلوها العيال اللي تسقوا عليها براك ونقنبها من الدار زيد محطوها دعنا ولات دايره القنبه ساقيه بداره هي معولة على حاجة خرجوا لها حوايج اخرين قول لي البازوكا لا ما هذا الفم عندك تهريع ما كنشدوا على حد شاودي عاطير كيفاش ما كنشدوا على حد كيفاش ما تشدوش على حد اود الخير على اللي جاي يدي كتقول فيه كنقول فيه ما لقيت واحد والو ما حقلو تهريع خدام به فمه ما جاب انا شي اللي كاين يقول عدل قيده وانت البازوك عمر قريتي ايه تلاش وانا كيشتي بقيت نقرا تخرج من القرايه بقيتي تقرا تخرجي خرج من القرايه ويلي كي درتي تتملاصتي كي درتي تتملاصتي منين دخلتي بعدا باش تخرج ما دخلتش انا مع الباب ومنين عامل فوق صور علاش انا ما نجحتش علاش اي ودخلت مع الباب ونجحت تطيح مشى زيد زيد ودخلتي نهار الاول خرجتي ولا شنو لا بركت خير الله شحال وبركت بزاف ماشي ويني ما قريت والو واش في المدرسه ولا في وتاين الجامعين مدرسه الجامع هادشي عاد الفقيه اي امس اللي في ماين قوط والبا وحده من التحت وتاتنينات من الفوق وتاتلاته من الفوق زيد والجيم والجيم وحده من التحت والحا والحا خاويه ما فيهاش ما تكتبهاش زيد واخا والدال الدال تا هو فيه واحده عنده نقطه وفيه واحد ما عندوش انا عاقل عليهم مع بصيبتهم والري الري كيكون عندي واحد خاوي الري والرع الرع بوحدها والزي الزي عندها نقطه الفوق زيد وليا اللي عندها وحده جوج تحت والميم اي هذيك الميم سبق الميم ترتاح ما نعرفش وما عديش وما شدش وما فراسيش الميم قرنطه ما عندها والو عندها واحد تابع والنون والنون اش نقول لك النون خايب شويه علاش النون خايب هذاك النون ما دلت على حاجه كيفاش دل على النار والنمرود كيفاش على النار والنمرود ايه صافي والطا ها طا مال طا ما هي تعرفها وكان عرفها كي دير لها تكتبها كنكتبها هي كدور بحال هكا بحال بطاطا وكدير لها واحد الخطوه هذيك الشرطه لا زعما كندير لها من تز
يلا قولهم لي كلهم زي بليب والبا والتا والتمعيومة والجيم والحا والخا والدال والرا والزي والطا والضاد والكاف واللام والميم والنون والصاد والضاد والعين والغين والفا والقاف والسين والشين والها والواو ولماليف والهمزة وأليا واش ديرك حافظ؟ بزاف هو واخا ما عمرش نهار حملك فقيه العساو؟ لا لا كان يجبد لي احد قولتي منا الدفر والقلم ناري ناري كي يلاقيهم عليك وكي يديك الدينة من تم السي البازوغا الحاجة الصعيبة في البادية هي الحصاد والحصاد هو حلو في الشقة بصح هو حلو في الشقة على الزعمة الحصاد في جلتها مارا في جلتها بكتضل متكي أهكاك ما لاقيك تا حاجة والنهار كامل وانت يدك تجيب ويدك تحسك ويدك تجيب وتحقود وتر وداك الفدان كامل تردو أقباطي تمارا نيشان واحد دري ولدي أنا كان يحصد معايا وعياق ايه ايو يسوني قال لي الحصاد شكو خرجوا قلت يا ولدي اللي خرجوا راه مات قال لي يومان وما بقى يقعد يقابلو واللي يدي معاه قاع نيشان اش بقى هو الحصاد تقهر مسيكي تقهر ترى تمارا تغلب إلا حصدت أنا شي طرالية أنت تولي شراوط أنت الله يرحمه حيث الكامل عبد الضل عادي الضل عادي الضل تعالى صيرته يا الميكا كيفاش هذاك اللي بغى يشري قويلي عاود لنا الباشير قالك بغى يشري الكرموز ديال المسلمين هذاك اللي بغى يشري الكرموز ديال المسلمين هو ما عنده تريال والو وهذاك حاط الكرموز ويبيع والاخر حاط الكرموز ويبيع والاخر حاط الكرموز ويبيع هو كي جا عاد واحد زيد كيقول لي شحال هادي كيهز منها كمشة زيد كيتم غادي وياكل تيكملها ويرجع تاني عدو يعاود يسوق له تاني يقول لي انت شحال عطاك فهادشي ويهز منه تاني كمشة المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة المرة الثالثة عنده واحد منغازة حمار مرطو ليه مراز وتشعشع الفرق زيد داكشي اللي كان بغا كمشة حطو حط ما تلداش زيد قال لي يوم هاد الحلوف اللي بغيتو تبيعو وتردو هذا قيدوه في الحصيدة برا ربطوه حدا شي كرمة أبو الحصيدة يسرح بالحصيدة زيد وجو بيعوا شنو شغلكم لا خاطركم لا خاطركم راه هجج لي جاي تسلل كملهم نهار الاول غدير تيليفو ها ما تشخوش تيمون ما عرفت ليش اوه شريتو زيد ولكن نورك على هذه دخل لي هذه وانا ما كنعرفهاش زيد وكان بقى نخربق تما تنكودي واخا هذاك اللي بعد دير فيه الفلوس تسمى هذيك بعيبها سميتها بعيبعة البعيبعة بعيبعة تاعت 5 دراهم وتاعت 10 وتاعت 20 هذيك كتسمى البعيبعة بعيبعة واخا بعد كتعيط لشي واحد وما يشدش اش كتقولوا لها كنقولوا هذيك العنبة سميتها العنبة العنبة ياك العنبة سميتها تم يوطع العنبو العنبة ما هيش العنبة لا لا العنبة 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 الصوتية قدم لكم برنامج ريحة الدوار بمساهمة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم